الملك بخير وعلى قيد الحياة. قصر بكنغهام يدحض إشاعات زعمت وفاة ملك بريطانيا تشارلز الثالث عقب تقارير انتشرت بكثرة في وسائل الإعلام الروسية. القصر أصدر بياناً قال فيه: يسعدنا أن نؤكد أن الملك مستمر في أعماله الرسمية والخاصة، مؤكداً زيف خبر مؤرخ في 18 من مارس الجاري يحمل الختم الرسمي لمقر إقامة العاهل البريطاني في لندن، وجاء فيه: تم إصدار الإعلان التالي من خلال الاتصالات الملكية، توفي الملك بشكل غير متوقع بعد ظهر أمس. السفارة البريطانية في روسيا أكدت زيف تلك التقارير أيضاً عبر تغريدة على حسابها الرسمي بمنصة إكس، إذ كتبت: التقارير عن وفاة الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا العظمى كاذبة. هذه الإشاعات تزامنت مع تكهنات حول صحة الملك الذي يتلقى علاجاً من السرطان بعد تشخيص إصابته به منذ أواخر يناير الماضي، ووسط تقارير أفادت بأن بي بي سي تستعد لإعلان كبير يتعلق بالعائلة المالكة، في حين اعتقد البعض أن الأخبار ستكون عن الأميرة كيت ميدلتون ومكان وجودها بعد جراحة البطن التي أجرتها بعد انتشار صور مفبركة لها مع عائلتها، لكن صحيفة ديلي ميل أكدت أنها بصحة جيدة وسعيدة ومرتاحة، وأنها ستعود لمباشرة أعمالها وواجباتها الملكية في أبريل المقبل.